وينضم معنا من الحرم النبوي مراسل الإخبارية سعود الحربي. سعود، كيف واكبت منظومة الخدمات، خدمات وصول ضيوف الرحمن المدينة المنورة وزيارة أيضا المسجد النبوي؟ سعود، اهلا بكم، اسعد الله مساءكم، مساء الساده المشاهدين هنا من ساحات الحرم النبوي، وتحديدا من باب السلام من المسجد النبوي، لابراز جهود الجهات الحكوميه وضيوف الرحمن الذين وفدوا الى المدينه المنوره بعد اداء فريضه الحج، وتم استقبالهم في محطه الهجره بالكرم والضيافه وحسن المعامله، ومرورا بالحرم النبوي ومكثوا فيه لعده ايام، وثم ينتقلون الى المطار، هناك يتم توديعهم واهداؤهم أغلى وأعظم هدية، ألا وهي المصحف الشريف. طبعا في هذه الأثناء يسعدني أن ينضم إلي الأستاذ جميل قاسم، أحد أعضاء لجنة شباب المدينة في الأعمال التطوعية. حياك الله أستاذ جميل. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعود، أهلا مرحبا. حدثنا عن أعمال لجنة شباب المدينة للأعمال التطوعية في الحرم النبوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن لجنة شباب المدينة هي عبارة عن لجنة تتكون من عدة مبادرات، وهذه المبادرة نحن الآن فيها داخل المسجد النبوي الشريف أو في ساحات المسجد، حيث يقوم بالتعاون مع رئاسة الحرمين الشريفين بعملية دخول وخروج الحجيج وتنظيمهم في دخولهم وخروجهم في الساحات وأبواب الحرم النبوي الشريف. هناك مبادرة أخرى، طبعا برنامج اللي هو برنامج اسألني، بحيث أنه يكون مثلا الحجاج اللي مثلا بيبحث عن المعارض والمتاحف والمكاتب الموجودة داخل الحرم وحوالين الساحة والمستشفيات والفنادق، وبعض الحجاج التائهين يتم إرشادهم إلى المكاتب المخصصة لذلك. جميل. الشباب المشاركين هنا كم أعمارهم تقريبا تتراوح؟ الشباب ما شاء الله تبارك الله عدد بما يقارب 70 شاب من سن 17 سنة حتى سن 30 سنة، طبعا هناك قسم آخر السيدات أيضا كذلك بما يقارب 50 شابة يعملون في القسم الخاص للنساء. جميل. طب كيف أمارة المنطقة تعاملت أو تعاونت مع هؤلاء الشباب؟ طبعا بالنسبة هي المظلة الرئيسية هي أمارة منطقة المدينة المنورة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان حفظه الله، وهو الراعي الرسمي لهذه المظلة وهذه اللجنة، وبرئاسة سعادة الأستاذ ناصر عبد الكريم مدير التعليم منطقة المدينة المنورة هو الرئيس لهذه اللجنة. جميل، جهود مبذولة ومشكورة، تذكر فتشكر، شكرا لكم أستاذ جميل. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية، شكرا. طبعا هنا جميع الجهات الحكومية تعمل على قدم وساق لإبراز جهود لإبراز هذه المناظر التي نراها هنا من تنظيم، من خدمة للحجيج، طبعا هنا خدمة للحاج كبير السن، خدمة للصغار، خدمة للنساء حتى، جميع هنا يبذل جل وقته ليل نهار، في كل ساعة تتجدد الدماء، تتجدد الرجالات، الجهات الحكومية جميعا تعمل هنا في منظومة واحدة. طبعا بلغ عدد الحجاج المغادرين لهذا اليوم قرابة 16,000 حاج مغادر، أكثرهم من الجنسية التركية والجنسية المصرية. طبعا هنا ينضم إلي أحد الحجاج ليحدثني عن انطباعه من السودان الشقيقة. حياك الله. الله يحييك يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج أحمد علي حاج أحمد من السودان، ولاية الجزيرة، محلية شرق الجزيرة، من قرية سر الكل. حدثني عن مشاعرك بعد أداء فريضة الحج، وكيف رأيت الخدمات المقدمة في المسجد النبوي الشريف؟ والله الحج ما شاء الله، والله من قدومنا إلى يومنا هذا حج، يعني خدمات في غاية الروعة، يعني خدمات الإنسان ما يتصورها ما شاء الله. يعني تبارك الله، نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وحكومته الرشيدة لما عملوه لنا من خدمات عالية جدا، الحمد لله ما لقينا أي مضايقة، حجينا بسهولة جدا، والخدمات والله يعني فائقة يعني من كل شيء، يعني ما في حاجة ناقصة من نظافة، من خدمات المسجد النبوي الشريف ما شاء الله، خدمات أصلها العقل ما يتصورها، ونتمنى لهم التقدم والازدهار وفي، ونشكرهم وربنا يتقبل منا منهم هذا العمل الجليل القيم، ولهم جزيل الشكر والتقدير.
شكرا لكم، اتمنى لكم ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. جميع الحجاج هنا مشاعرهم جميعهم مشاعر الرضا، الابتسامة على محياهم، الجميع هنا يتمنى أن يدلو بدلو وأن يشارك بمشاعره، ولكن ضيق الوقت لدينا هنا. هذا نعم كل ما لدي هنا من الحرم النبوي، ونهنئ أنفسنا بنجاح موسم الحج لهذا العام. الكلمة والصورة يعطيك العافية، شكرا سعود، سعود الحربي مراسلنا من الحرم النبوي الشريف، شكرا جزيلا.